إن شاء الله. سبق لنا أن وعدناكم من كلامنا يتعلق بالعمرة في رجب، قد راجعنا بعض كلام أهل العلم في ذلك، وكنا قد راجعنا بعضه سابقا وراجعنا بعضه أيضا، وذكر الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه اللطائف أن عمر رضي الله عنه كان يستحب العمرة في رجب، وفعلت عائشة رضي الله عنها وبعمر رضي الله عنهما، ونقل عن محمد بن سيرين التابعي الجليل أنه نقل عن السلف الصالح أنه كان يحفظ في رجع، وذكر ذلك أيضا قال البيهقي رحمه الله ذلك في سنن عن عائشة أنك تحفظ في رجع، وذكر من سعد طبقاته رواية في سنده العظلي عن ابن عمر أنه كان يحفظ في رجع، وذكر البخاري رحمه الله وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يحفظ في رجع، ولكن العلماء نقلوا عن عائشة وعن أنس رضي الله عنه وعن ابن عباس وعن البراء بن عازب ما يدل على أنه قد لم يحفظ في رجع، أن ابن عمر رهن بهذا رضي الله عنه رحمه، وإن المحفوظ أن عمره كلها كانت في قعده، هذا هو المحفوظ وهذا هو الصواب، أنه لم يحفظ في رجع عليه الصلاة والسلام، ولكن رهن ابن عمر في ذلك، وكل فرد قد يقع له شيء من الوهن والنجاح، والمحفوظ أنه اعتمر في يقعد عليه الصلاة والسلام، عمرة الحديبية وعمرة القضاء في قعدة وعمرة الجوار في قعدة، والعمرة التي مع حجته حرمها في قعدة وأدها في الحج عليه الصلاة والسلام مع حجة، وبهذا يعلم أن العمرة في رجب ليست من البدع، بل فعلها جماعة من السلف الصالح، وفعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وللبحث مزيد إن شاء الله ننبه عليه مستقبلا إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله وفق الله جميعاً. من عمل حديث الفواحش يعني عليكم بسنه وسنه خلفاء الله المدين بعد هنا اخ من اللهم صل على رسول الله اخ من الدعاه من الحبشه اسمه علي ادم سالح فكنت لاحظتم سمحتم بعلاجه على نقطه من سته خصوصي فهو كان اراد ان يتكلم وان يكون من المتكلمين هذه الليله ما ادري يقصد بذلك ايش يعني ياتينا في ذلك ان شاء الله يعني يأتينا البيت ويعلمنا بالإخلاق إنه إيه أو إيه إنه كان إن شاء الله أحد الأخوة جاء بهذا الخطاب ما أدري إذا دخلت و... لا لكم لكم حدث شخصين خطاب وأحد الأخوة جاء ب3000 ريال المجاهدين الأفغان تقبل الله منهم ووفقهم ونصرهم بالحق هذا أخذهم بالحق وهذا لا أعداء وهذا أخي جاء بشير الشيخ فادي الصالح بن فادي الزعير 10000 ريال بشيء باسم سامح حد يا الله 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 وهذا أخي آخر مسافر للعلاج إن شاء الله وبيتمنى دعوة سماحتكم والحاضرين له بالشفاء وجاء ب100000 ريال للمجاهدين وجاء دور الأسئلة ولا بأس أن نعرض الذي المهم منها أخبرني شخص ثقة أحد الأخوة يقول أخبرني شخص ثقة عمل في وزارة في قسم الملفات ورأى بنفسه ملف كثيرة وإن شئت أخبرتك باسم الوزارة بما بيني وبينك لا بأس بارك الله فيك تستخدم في ذلك الله يكون خيرك معنى الدولة سمعت من أصدر التعليم في مجال هذا الشيء ولا أقول لو بعيدة فيه ولكن إذا رفض بلا لا لا تزال حياة الجائعين في الخلاء يقصد بذلك الأشياء الموجودة بالمسجد ونصحنا ولا نمل من النصح وأقترح أن نجمع قيمة رسوم شحن هذه الضرورات من رواد المسجد في دروس المباركة والتعجيل بأداء هذا الأمر ولن أمل إن شاء الله في تفكيركم بهذا الأمر اللي هو لا إن شاء الله ينتهي إن شاء الله تكلمنا أول مرة ولا شرط أحكام التحليل إن شاء الله ينتهي الأمر إن شاء الله ثم طرح قريبا إن شاء الله أحسنت وطرحت